السلام عليكم مرحبا بكم في هذه الحصة الجديدة من برنامج دوكم في يدكم واليوم كما وعدتكم في المرة الماضية راح نتكلم على القرفة لكن قبل القرفة هذه راح نعمل مراجعة وإضافة للصحة للغذاء الصحي ف في الأسبوع الماضي ليش نرجع للمراجعة لأن قضية الأكل كما سترون كما تشوفوا فيما بعد هي العمود الفقري أنتع حياتنا في هذا الحياة هي العمود الفقري لصحة الإنسان ولهذا إحنا نتجاهلها كثير ولهذا نمرض وهذه حقيقة لابد ما نغطيش عينينا ونمشي كالنعامة حتى نطيح في الكف لابد نرجع لها دائما وأبدا إذا حبينا ما نمرضوش وإذا حبينا ما تجيناش أمراض خطيرة ففي الأسبوع الماضي قلنا إذا حبينا نبقى صحاح وما نمرضوش لابد أننا نتخلص من بعض الأشياء الشيء الأول وهذه الأشياء اللي تكلمنا عليها راهي في الوصفة اللي ممكن تتحصلوا عليها أنتم كي اولا البيض الثلاث هذه لي بلون يعني الفارينا البيضة وكل مشتقاتها من بينها الطعام الابيض والخبز الابيض والحلوى البيضاء والبركوكس والمقارون والسباغيتي كل حاجه مخدومه بالفارينا البيضة البيضاء يتجنبها الانسان لابد يلقى حل اخر والحلول موجوده البيض الثاني أو الأبيض الثاني هو السكر الأبيض، ربي ما خلقوش هكذاك نحولو كل غلة تاعو فإذا به يرجع سم في جسم الإنسان. وكان بروفيسور في جامعة يونيفرستي كوليدج هنا في لندن في 76 كتب كتاب سماه بيور وايت اند ديدلي، صفي أبيض ومميت. هذا على السكر الأبيض. فالكتابات عليه موجوده كثيره ما يلزمش الانسان يغمض عينيه ويمشي لانه راح يصير له مشاكل على المدى البعيد الام وبعد الانسان يبدا يجري مور الدواوات هوش مليح البيض الثالث او الابيض الثالث هو الصق هو الملح الملح الابيض كيف كيف ربي ما خلقوش هكذا الرجل الغربي غيروا ورجعوا يسيل رجعوا نشفوا كاع المعادن الكبرى اللي فيه فاذا به الملح الابيض ولا هو اللي يدير الضغط تاع الدم هو اللي يدير مشاكل في الكلى هو اللي يدير الالتهابات في المصران وبعد الالتهابات هذه المصران يتوسع والجراثيم تبدا تدخل في الدم وتجينا الامراض هذه اللي بعض الاحيان الاطباء يحيروا فيها فعلاش نوصل روحنا لهذا القضيه؟ ممكن تقولوا لي منين نجيبوا السكر الخام البني، منين نجيبوا الملح الكلي، منين نجيبوا كذا؟ أنا نعطيكم المعلومات، والإنسان اللي يحب يوجد حل يوجدوا بطريقه أو أخرى. فالحلول عندكم، ولهذا قلنا دواكم في يديكم. أنا ما نقدرش نعطيكم كل الحلول من هنا. فلماذا قلنا هذا الفارين البيضاء والسكر الابيض والملح الابيض لانهم غيروهم ما ما يغذوناش الاخر يعطونا كل الامراض اللي تكلمت عليها وبتشوفوا بان الاكل تاعنا بعد هذا البيض الثلاث عندنا الاكل تاعنا ملوث وانا تكلمت مطولا عليه في الاسبوع الماضي وقلت اعطيت لكم زوج فيديوهات ان شاء الله كثير من الاخوه والاخوات راهم راحوا للانترنت وجبدوهم وشافوهم لان انا ما نقدرش نعطيكم كل المعلومات على التلوث في الاكل تاعنا، الاكل تاعنا والسموم ما نقدرش نقول لكم كل شيء عليه، تكلمت في الماضي مرارا على بعض الاشياء من عليه الا ان هذا زوج فيديوهات نوتخ بوزون والفيديو الثاني نوت بوزون كوتيديان والفيديو الثاني لو جون تيرابي نوفيل على الصيام العلاجي فهذا الانسان اللي يشوفهم ويتحقق فيهم ويشوفهم مع العائله راح يتوعى للمشاكل اللي راهي صايره في في الماكله تاعنا وكيفاش نمرضوا يعني الحلول موجودين في يدينا دوانا في يدينا غير الا ما حبيناش نعرفوا فالاكل تاعنا هذا عندما نشوفوا الفيديوهات هذه نعرفوا كيفاش نصحوه فيما بعد وحنا اعطينا كثير من الحلول في هذا وتروحوا للتسجيلات موجوده على يوتيوب المغاربيه يوتيوب في دواكم في يديكم توجدوا تكلمت على الاكل هذا مرارا وما نتكلم عليه ان شاء الله في المستقبل في الاسبوع القادم ان شاء الله راح نعطي لكم نص من طبيب بريطاني عاش في 1800 وشي عاش في الهند وشاف كيف بعض المسلمين في الجبال ياكلوا ويعيشوا الى 120 140 سنه وكان مبهر بالطريقه اللي كانوا ياكلوا فيها طريقه سليمه جدا ياكلوا نتاج الارض نتاعهم فان شاء الله نرجعوا لقضيه الاكل وراح ما نخليكمش دائما وابدا نتكلموا على قضيه صح قضيه صحيه للاكل السليم في صحه الاكل تاعنا اذا كان ملوث فيه طرق اللي بها تشوفوها في الفيديوهات هذيك وتكلمنا عليها من بينها نبعدوا على البيض الثلاث هذو وثانيا العنصر الثاني القوي في الوصفه اللي تقدروا تنزلوها من عندنا هو الصيام العلاجي الصيام العلاجي اللي يخرج لنا السموم العنصر الثالث هو الانسان يبتعد على كل التلوث التلوث حنا عارفين موجود في الهواء الدخان تاع السيارات، والدخان تاع المعامل، إلا أن عندنا تلوثات في الدار. كل هذو وسائل التجميل فيها سموم. لابد الإنسان عندما يروح يشري وسيلة من مادة من مواد التجميل الكيماوية، لابد يقرأ القائمة تاع المكونات تاعها ويقارن مع واش يكتب عليها. والا الشعر يبدا تاع يبدا يروح وما يعرفوش علاه ويكون هذاك الشامبوان ولا الصابون ولا اللي شراوه اللي استعملوه ولا جيل دو دوش ولا اللي دار لهم مشكل الشعر يروح ولا تبدا حساسيه في الجلد وناس ما يعرفوش يبقاو يستعملوا في هذيك ويبقاو في مشاكل ويروحوا للطبيب ويعطيهم ادويه ما تفيدهمش ويزيد لهم مشاكل واحده اخرى ونبقاو دائما في هذا القضيه ما نخرجوش منها فلابد الانسان يتفقه ويتنبه للتلوثات هذه اللي موجوده في المشاكل هذه كل الصابون لومو وبرسيل وكل هذه الاشياء فيهم قضايا اللي ديرنا مشاكل فالانسان ينتبه لهذا الشيء الثاني من التلوثات هو الدخان في الدار الرجال يتكيفوا جزاهم الله خير اذا عندهم البلوى هذه ما يتكيفوش في الدار لان راهم ياثروا على زوجاتهم وعلى اولادهم واللي والل.. ل.. يسموه لا هذه تاثر على كل المحيط الناس اللي ما يتكيفوش يتاثروا كما الانسان يتكيف فعلاش الانسان يضر نفسه ويزيد يضر العائله تاعو اذا هو حب يضر نفسه يضر نفسه خارج البيت ماشي في الداخل هذا تلوث ثاني التلوث الثالث هو نتوجه به للأمهات. للأمهات لأن الحلوى إحنا مربيين الذراري نتاعنا للطفل اللي نحبوه نعطوا له الحلوى. الحلوى مضرة أساساً لأن فيها السكر. وإحنا قلنا السكر والسكر الأبيض هذا يدير مشاكل كبار. فيها الألوان إلى درجة أن الآن في في بلداننا خاصة الجزائر عندما يخدموا الحلوى يخدموا الحلوى باللوز يديروها في صيغه برقوق ولا في صيغه مشماش ولا لها الالوان المناسبه وهذيك الملونات هي اللي مسرطنه تعطينا السرطانات على المدى البعيد فشوفوا كيف رانا في شعب كامل عن طريق الماكله تاعنا خاصه الحلوى اللي نعملوها في الدار لماذا نوصلوا روحنا لهذا الاخر حبينا حاجه جميله اذا ما لقيناش ملونات طبيعيه نقبل نروح نجيب حشيش ولا مانيش عارف حاجات اللي تلون الزرو مثلا يلون والظرو فيه صحه للانسان نروح للجبل نجيب شويه ظرو يعطي لون تقريبا ازرق هكذا نشوف واش من قدر نقدروا نلونوها به الانسان لابد يوجد حل والانسان اللي ما يسعاش عمره ما يوصل هذه قضية مسؤوليتنا على انفسنا، ما نخلوش ناس واحد اخرين يلوثونا وحنا غير نتقبلوا واش يعطونا ناخذوا. الحياة ماهيش هكذا والا نبدأ نخلصه. ف التلوثه الثلاث ينتبه لهم والاولاد ما نربوهمش على الحلوى. نربوهم على الحلوى اللي نخدموها في البيت وما تكونش ملوثة. الحلوى تعطرك كلها مسمومة. والباتيسري تاع اللي تتباع في الباتيسري زوكا يديروا حتى لاكريم كريم هذيك يديروها اصطناعيه فيها مواد خبيثه جدا يعني فالرجاء على الاقل الامهات ينتبهوا الباتيسري واش نها الباتيسري الباتيسري نقدر نخدموها في الدار نقدر نخدموا بالمواد نشقاو عليها شويه لكن نعطوا لاولادنا اشياء سليمه صحيه اللي تخليهم يولوا كبار كما الامريكان يولوا علاش حنا ولادنا دائما صغار وعلاش سمان وعلاش لابد نفكروا في قضيه سياسه غذائيه لكل شعوبنا. رغم كل هذا الحاله موجوده ان الناس عندهم امراض بعض الاحيان تجيهم بعض امراض الطبيب يحير فيها ما يعرفش منين جات واحد تجي الام في الصدر لاخر تجي الام في, في الأخر في البطن الطبيب يقول له عندك الكولون هيا هذه بعد ياخذ لمده شهر شهرين هو بالادويه وهذيك الادويه دير له مشاكل اخرى ومن بعد ما يبراش وانا كثير من الايميلات الرسائل, الالكترونيه اللي تجيني يقول والله انا كنت مع الطبيب لمده عام عامين ثلاثه ولكن الادويه ما فادتنيش لكن في هذاك الوقت الادويه هذه كانت تدل في مشاكل اخرى. ف استراتيجيه عامه ممكن يطبقها الانسان اذا كان جاء مرض الطبيب ما فهموش ولا ما لقالوش حل نروحوا لهذا الاشياء اللي تكلمنا عليها. اولا نبعدوا على البيض الثلاث، السكر الابيض، الملح الابيض والفرينه البيضاء ننحوهم البيض من الطريق. على الاقل لمده شهر شهرين حتى نبراو. كل الحلويات نحوها من الطريق وكل المشتقات الحليب يعني بما فيه الحليب والجبن والياورت هذو كاع خاصة اللي يجوا من, من الكوميرس من, من التجارة نحوهم من الطريق هذه واحدة الشيء الثاني نحاول نعودوا نعود روحنا على الصيام العلاجي الناس كثير اللي كي على الصيام العلاجي يقول كيفاش ما ناكلش راح نموت ماشي بصح شيوخ كبار بين 75 الى 85 سنه تحت رعايه طبيه صوموهم 45 يوم 45 يوم وحتى الامراض اللي احنا نحسبوها امراض تجي مع الكبر الذاكره تروح العقل يبدا يخسر الشم يروح السمع يروح بعد تجارب اللي داروها بعد 45 يوم من صيام تحت رعايه طبيه الناس هذوك اللي كانوا تحت في الصيام هذا في التجربه هذه كلهم رجع لهم رجعت الذاكره رجع لهم السمع رجع لهم الشم الشم وحتى القوه العامة رجعت لهم ف يعني ما نقدرش نقولوا هذا شيخ هرم وقعيتيك نرجعوا وحنا شفنا كثير من الامراض المزمنه التنكسيه هذه مالادي كرونيك ديجينيراتيف بالصيام العلاجي وبعض بعض الادويه الطبيعيه تنتهي وراح نشوفوا الان قضيه مرض السكر وعلاقته بالتغذيه تكلمنا عليه في الماضي والان فيه دراسه جديده نعود نتكلموا عليه بعد حين ف الابتعاد على البيض الثلاث هذو السكر الابيض والمعسل الابيض والفرينه البيضاء الصيام العلاجي تاع ثلاث ايام اربع ايام خمس ايام والانسان يجرب يقدر يدير حتى عشر ايام وكل ما يدير كل ما احسن له ما يشرب الا الماء مع الليمون والليمون ماشي هذاك اللي يتباع في القرع في في الحوانت مش عارف لكن الان في المغرب الكبير ولا لا لكن نتكلم عن الليمون اللي نعصروه غالي ولا مش غالي دبروا صانكم هذا ماشي غاديتي الانسان اللي حاب يصح يشقى تشوفوا بعد صيام علاج تاع اربع ايام خمس ايام غير بالماء تشوفوا الراحه اللي يشعر بها الانسان يولي يخف الوزن تاعو ينزل الضغط تاع الدم ينزل ويحس بروحه انسان اخر والانسان اذا وصل الحاله كيما هذه يحاول يعاود التجربه بعد اسبوع اسبوعين يزيد يصوم يومين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه الى عشره كل واحد واش يقدر يواسي وحسب العزيمة والعزيمة هذه الإنسان لابد يولدها في نفسه فعندما آه ندخل في هذا الجو نتاع أمراض اللي مش مليحة ونفكر بأن نحي البيض الثلاث ونعمل صيام العلاجي وش راح يصير احنا آه كما قلنا الماكله تاعنا كاع ملوثه فالتلوثات هذوك وقلت لكم روحوا شوفوا الفيديوهات الثنين اللي ذكرتهم في الاسبوع الماضي على الصيام العلاجي وعلى التلوث في الاكل تاعنا ف عندما نطبق هذا العنصر تاع البيض الثلاث نشوفوا باللي السموم هذيك تبدا تخرج والالتهابات اللي تكونها السموم هذه تبدا تزول بالاخص التهاب اللي السكر الابيض بالاخص المعده آه عندي الكولون آه المعده توجع واش من تعطيني لهذه؟ هذه هذه كاع نبتعد عن البيض الثلاث هذو اللي ما هكذا كل شيء يدخل في مجراه وانا مانيش نجبد هذا من راسي هذه كلها دراسات علميه هنا في الغرب احنا ما نعملوش دراسات ولا اذا عملوا الدراسات تاعنا على الاعشاب ولا تبقى في القجور نتاع مدرسه الفلاحه وكذا ما يعملوش بها صحيا احنا شادين الا في الطب الغربي والادويه الكيميائيه فعندما نصوم ايضا احنا عندنا في الوصفه هذه قلنا عندنا عنصرين مهمين هو البيض الثلاثه نحو مطريق وعدنا الصيام العلاجي بالليمون عندما نوصل للصيام العلاجي بالليمون وش يصير راحين نقصوا من الاكل نقصوا من الاكل يعني نقصوا من الكويرات الحراريه هذه لي اللي كالوري اللي هي تزيد لنا في الوزن وتكون سموم ايضا يعني راح نطهرو الجسم نتاعنا كما قلت لكم نحسوا بعد براحه عجيبه فعندما بعد البيض الثلاث ونعمل الصيام العلاجي نشوفوا بان التغيرات تحدث بصفه مدهشه الالام في اليدين راهي تروح وانتم شفتوا شهادات كانت على الهواء الامراض يا اما تقل اذا كانت امراض كبيره يا اما تنتهي تماما على سبيل المثال علاقه الاكل السليم الصحيح والصيام العلاجي بالامراض هنا نرجع البحوث اللي عملتها جامعه نيوكاسل هنا في شمال بريطانيا هي تكلمنا عليها في الماضي وورينا بان مرض السكر من النوع الثاني مش الاول من النوع الثاني استطاعوا انه ب تقليص بالنقصان في الاكل يبروا مرض السكر من النوع الثاني. هذه دراسات جامعيه منشن نتاعي انايا. يعني. فالجامعه نيوكاسل هذه في مركز ليماجغي ريزونونت مركز سنتر دو ليماجغي عملوا دراسه في 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 2007 وبعد زادوا عملوا واحده في 2012 وما زالوا عملوا واحده في 2015 والان في ديسمبر هذا زادوا عملوا دراسه جديده هي مواصله لدراسات اخرى على علاقه الاكل بمرض السكر. وهنا رايحين نعطيكم تفاصيل، إذا ما قنعتكمش التفاصيل هذه حتى واحد ما راح يقنعكم. فالدراسه هذه شفنا في الماضي ان رئيس المركز هذا البروفيسور تايلر تايلور يقول بان مرض السكر من النوع الثاني ماهوش حتمي انه يبقى معنا طول الحياه ممكن الانسان يتخلص منه il est reversible le diabete type 2 نيبا pas inevitablement progressif il est reversible. وجدوا بان ما هو المشكل في علاش يجينا مرض السكر من النوع الثاني؟ وجدوا بان من جراء الاكل وتراكم السموم والكويرات الحراريه هذه اللي تزيد عندنا البنكرياس مع الكبد راح يتغلفوا يتعمروا بالشحم، واذا تعمروا بالشحم رايحين الانسولين ما ما تكونش كثير تقل كثير وممكن تحبس تماما وثانيا العمل تاعها ما يكونش موجود يعني السكر يبقى طالع دائما لان الانسولين هي اللي عندما ناكل والسكر والماكله ترجع سكر تطلع في الدم الانسولين البانكريا يعمل الانسولين هذه باش تحبط لنا السكر هذاك ولهذا الناس اللي عندهم مرض السكر من النوع الثاني خطرات يعطولهم الانسولين لان البنكريا تاعهم ما يخدمش الانسولين فالدراسه هذه وجدت بان الانسان آآ كي هذه القضيه ما تنخدمش ما عندهاش مفعول هذه نقدروا نرجعوها، رجعوها كيفاش؟ باش كنا نتكلموا؟ بتقليل من الاكل. الناس يقول يقول ما يحبوش يشوفوا يقولوا ياك ما ناكلش انايا ما ناكلش الخبز ما ناكلش السوق، وحبيت نموت. اللي حبللو يشقالو أكور فايون ريان دان بوسيبل سلوي كي فو بو فوالا يقولوا when there is a will there is a way فتقليل من الأكل هو اللي كان أساس التجربة نتاع الدراسة نتاع جامعة نيوكاسل ما كناش ندخل لكم في التفاصيل كيف عملوا وعدد الناس اللي داروهم والمده مده هي المده تقريبا ثمن اسابيع ثمن اسابيع إن لهم الماكله يخلوهم ياكلوا نص الماكله اللي عاده ياكلوها في النهار وشافوا بعد أسبوع الاول الضغط تاع الدم ينزل لو دو السكر في الدم ينزل وبعد ثمن اسابيع تقريبا مرض السكر يمشي تماما هذا البروفيسور تايلور اللي هو le Magnetic Resonance Center, le, le centre de résonance magnétique, Newcastle. il dit est devenu largement accepta, acceptable que le diabète du, euh, que le diabète, euh, du type 2 دور تو تورون دو لا في، هذا واش يعتقدوا الطبية يقول لك خلاص اللي يجيه المرض مرض السكر خلاص راح يكون معاه طول حياته. افيك لا دستركسيون irréversible des سيلول بيتا، يعني عندما يجي مرض السكر هذا، لي سيلول بيتا هما هذه الخلايا هذه بيتا هي اللي تخدم الانسولين، يعني يقولوا عندما

الناس اللي يسمان بزاف وما يقدروش يحبسوا الماكلة يقبضوا يربطوا لهم المعدة تاعهم يخلوا لهم غيش شويه هكذاك باش ما يأكلوش بزاف وباش الوزن تاعهم ينقص فالطبيب هذا البروفيسور تايلور هذا يقول عندما يربطوا لهم المعدة تاعهم نشوفوا باللي السكر ينزل petit à petit mais il ne fait pas de doute que le renversement du diabète dépend de la diminution rapide et profonde de la nourriture il ne fait pas de doute il ne fait aucun doute que le renversement du diabète dépend de la diminution rapide et profonde de la nourriture. يعني أن إزالة مرض السكر عند الناس اللي يكون عندهم مرض السكر مرتبط ارتباط وثيق بالتقليل القوي في الأكل وهذا التقليل القوي للأكل احنا قلنا منذ زمان عندنا سنة وحنا نتكلموا الصيام العلاجي يومين، ربع أيام، خمس أيام في الأسبوع من حين إلى آخر، وإذا الإنسان عمله لمدة كبيرة راح يتخلص من مرض السكر، هذا واش راح يقول البروفيسور تايلر، واش يقول: أنه أن rien أن إفي direct دو لا chirurgie يعني هذا إزالة مرض السكر عند الناس هذو اللي يربطوا لهم المعدة تاعهم بما يكشفوا بزاف، ماهوش هذه ربطة المعدة ولا يعملوا لهم الاخر ربط اخر يعني في تقنيات كثيره في الميدان هذا كيفاش بيقلوا لهم من الماكل باش من الاكل باش الاكل ما يدخلش وما يعطيناش السكر يقول قضية الرجوع السكري الى مجراها الطبيعي ماهوش من جراء ماهوش نتيجة لهذه العملية اللي يديروها لهم في المستشفى. Il n'est euh, en rien un effet direct de la chirurgie. Nous avons un effet direct de la Newcastle, L'étude contrepoint démontre que les niveaux de glucose et le fonctionnement des cellules bêta peuvent se normaliser de nouveau. avec un régime de restriction calorique substantielle seul. يعني بدون انسان ما يروح يربط له المعده تاعو بالعزيمه نتاعو الدراسه هذه كونتر بوينت تاع الجامعه تبرهن توري بان الرجوع تاع السكر اللي يكون عالي عند الناس اللي عندهم مرض السكر الرجوع الى مجراه العادي و <أو> اعاده تشغيل خلايا بيتا هي اللي تكون الانسولين هذه آه هذا هذ الرجوع تاع الجلوكوز ال ال الى مجرى الطبيعي وال والخلايا هذه اللي ترجع تخدم يقدر الانسان يوصل له بـ 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 ب ان ريجيم دو ريستريكسيون كالوريك ب نقصان ينقص الانسان كثير من المأكل اللي تعطيه الطاقه اللي تعطي الكويرات الحراريه اللي تعطي الكالوري كالوري مي يعمل مجهود جبار والانسان يقدر يعمل هذا ما يقولوش لما ما ماكليش راح نموت وما يبقاش الانسان يتبع واش يعطيه خاطره ويقول لك انا صمت يوم خلي نزيد ناكل شويه ومن بعد نولي لابد ياخذ موقف معين لمده نصوم خمس ايام صيام علاجي ما نشرب الا الماء نختار الايام اللي نصوم فيها نكون بعيد على العمل مثلا باش نعود نفوسنا هكذا وبالطريقه هذه يقول الطريقه هذه وحدها الانسان يتخلص من مرض السكر يعني الانسان اذا قرر باه ينقص من الماكله نتاعو نقصان كبير بالطرق تاع الصيام العلاجي مثلا راح يتخلص من مرض السكر هذا رئيس مركز في جامعة نيوكاسل هو اللي يقول في دراسات موجودة وراهي أي باحث ممكن يتحصل عليها مش أنا اللي يقول فيه هو يقول بأن مرض السكر من النوع الثاني ممكن نتخلص منه وردوا بالكم هذه هيش. شعوذة ماهيش دواء تاع رحمة ربي ولا حاجة، رنقوله نقولوا القضية قضية مرض السكر من النوع الثاني مرتبطة بالماكلة، هذه الدراسات الحديثة واش تقول؟ والإنسان إذا نقص كثير بالماكلة لمدة معينة ثمس مثلاً راح يتخلص من مرض السكر. مانيش نقول يحبس الأنسولين في المدة هذه، ما يحبسش الأنسولين. بعد كي يعني يشوف روحه السكر رجع له المجرى الطبيعي ممكن يشوف الطبيب تاعه ويحاول يشوف كيف يتفاهم معاه باه ينحي الانسولين وان شاء الله ما يلقاش طبيب اللي يخدم مع الشركه الطبيه ويحب يفرض عليه الانسولين دائما ف الدراسه هذه وش واش تقول لنا دراسه البروفيسور تايلور في جامعه نيوكاسل في بريطانيا تاكد اشياء كانت معروفه من قبل حنا نعرفوا مثلا في 1800 وشيء كان واحد الطبيب بريطاني ماك ماكاريسون وهذا اللي راح نتكلم لكم عليه راح نقتبس من 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 كتاباته باش نزيد نبرهن لكم على على الطريقه على ان الاكل هو اللي يضر ولا الاكل هو اللي يعطينا الصحه وكيف هو ادرس هذه قبيله الهونزا في الجبال تاع الهند الان في باكستان جزء من باكستان درسهم بدقه لسنوات وطلع بنتائج والناس هذو كانوا يعيشوا الى يقول حتى 145 سنه وحنا نعرف في بعض المجلات جاتنا اخبار مجلات يعني رزينه سيريوز يقولوا بان فيه واحد اسمه عبد الله دوست عايش 167 سنه ويخدم سبع سنين سبع, سبع ايام في الاسبوع يحصد يخدم لاتاي تاعه هو يغرس لاتاي ويقطف لاتاي فقعد 167 سنه هو ما مازال يخدم فهذا دليل على ان الانسان اذا ما ظرفش الصحه تاعه ممكن يعيش طويلا فيقول ذا باكارسن بان هذا الناس كانوا ياكلوا ياكلوا كل الاشياء اللي هما يغرسوها حتى حاجه ما تجيهم من الخارج ولا معلبة ولا ملولة ولا مشوها والناس هذو يقول بما ان كانوا في اراضي جباليه فيها صخور الماكله تاعهم كانت قليله كانوا ياكلوا يعني بشح ما يقدروش ياكلوا بشبعه كبيره ولهذا هذه الماكله كما كنا نشوفوا من قبل الماكله القليله هي اللي تساعد الانسان على الاخر ابقاء صحته الناس هذو يقول ماكاريسون انهم كانوا ثاني يمشوا بعض الاحيان يمشوا الى حتى 200 كيلومتر لان هما 200 كيلومتر ممكن توسي 10 كيلومتر في الطول لكن عندهم جبال يطلعوا وينزلوا في هذه الهيمالايا هذه معمره بالجبال فيقول يوصلوا في المساء بعد ما عملوا 100 100 كيلومتر ولا 200 كيلومتر يوصلوا في المساء وهما ما تعبانين لكن يرقدوا في الوقت وينوضوا مع في الوقت ويعيشوا طويلا هذه ممكن تظهر لنا شيء بديل لكن احنا ما نقراوش وكما نقراوش ما نعرفوش القضايا هذه فالخلاصه هو ان la frugalité donne une perte de graisse ou une يعني ان الاكل <سؤال> <سؤال> القليل <سؤال> يخلي الشحوم تاعنا تزول والوزن يزول وبالتالي الانسان يكون عنده مرض السكر يتخلص منه بهذه الطريقه مرض السكر يروح له لكن الشرط الاساسي هنا هو ان الانسان تكون عنده العزيمه ما يقولش انا اذا ما كليتش يومين راح نموت ماشي بالصح كل الدراسات تثبت بان الانسان يقدر يصوم حتى 45 يوم وانا تكلمت لكم على دراسه ان شاء الله يوم الايام نجيب الكتاب هذا دراسه عملها واحد امريكي في الخمسينات ويوري بان يقدر الشيخ بين 75 سنه الى 85 سنه يصوم تحت رعايه طبيه الى خمسة 45 يوم ما يشرب الا الماء نحن نزيد لكم الليمون لان الان دراسات تثبت بان الليمون يقتل الخلايا السرطانيه وينحي خثوره الدم يرد الدم يمشي مليح في الانسان وينحي الام ويقتل يقتل الجراثيم وما يشبه ذلك فالان نعطيكم إحنا الماء بالليمون لانه صحي جدا الماء بالقرفه صحي جدا الماء بالزنجبيل صحي جدا ف لابد الانسان يبدا يفكر بالطريقه هذه احنا علاش الشعوب تاعنا دائما مريضه لخاطر ما ننظروش لمسؤوليتنا فالإنسان اللي حاب يتخلص من مرض السكر الانسان يحب يحب يتخلص من الامراض المزمنه الروماتيزم آآ آآ كل حاجات المفاصل توجع الضغط التعدم السمانه او السمنه كل هذه ممكن الانسان يتخلص منها اذا كانت عنده الاراده والعزيمه نعرف كثير في الجزائر يتمسخروا بواحد صام وكذا يقول يا انت راح تموت جا. ياخذوا كل شيء باستهزاء بصح نهار يجيهم مرض في العائله تاعهم ولا فيهم مرض خطير لا قدر الله ثم يولي البكاء ويولي الانسان يجري ويحوس الاخر واش من العشبه تعطيني واش كذا ولا علاش يوصل الانسان لهذا وهو يعرف القضايا هذه فكما يقول الفرنسي، ان ما افيرتي ولا اون فام افيرتي اون فو دو الانسان اللي يكون عنده معلومه شو يقولش مره اخرى ما على باليش طرق اخرى اللي ان... نعاونوا بها على ازاله مرض السكر كثيره اليوم نتكلموا على القرفه هذا هو العنوان الثاني نتاع الحصة اليوم الآن نمشو إخواني وإخواتي إلى فاصل ونرجع لكم مشاهدينا الكرام سلام عليكم من جديد قلنا نتابعوا في هذا الحصه الكلام على القرفه وكنت وعدكم في الاسبوع الماضي اننا نتكلم اليوم على القرفه بما ان القرفه هي من المواد اللي تساعد على مرض السكر وحنا تكلمنا عليه وقلنا كيف ممكن نتخلص منه القرفه تساعد على مرض السكر القرفه عندنا نوعين عندنا هذا النوع تاع السيلون تاع شريلانكا والنوع الاخر تاع الصين اللي اسمه كاسيا كما ترون على الشاشه آه النوع الاول واسمه آه اسم اللاتيني نتاعو كاسيا هو لا كانيل دو شين قرفه الصين وايضا تاتي من الهند والنوع الثاني هو قرفة سيلون ولا شريلانكا الآن اللي واسمها سيناموموم زيلانيكوم كلمة على القرفة بصفة عامة عمركم ما تشتروا القرفة مطحونة لأن الناس الله يسترنا يدغلوا كثير وممكن يخلطوا لكم أشياء أخرى مع القرفة فاشروا دائما القرفة مطارق وطحنوها في بيوتكم فنبدأ قرفة الصين قرفة الصين أيضا تأتي من الهند قلنا وتأتي من الفيتنام وهي عبارة هي تقريبا بنية بنية قوية وتجي كما راكم ترون على الشاشة مرولية شوية كذا مدورة على نفسها هذه تجي دائما من الجزء الخارجي لشجرة القرفة. ف خصائصها 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 الطبيه تقريب كل القرفه نتاع شريلانكا لكن القرفه نتاع شريلانكا متفوق عليها في هذه الخصائص فاحنا راح على القرفه نتاع شريلانكا اللي هي موجوده كثير بالمغرب بلدان المغرب الكبير فهذه جينا من قلنا من سيلون من سريلانكا جينا ايضا من ماليزيا جينا من مدغاسكار وجينا من لزيل سيشيل جزر سيشل هذه فايضا موجوده في تقريب وسط الهند اللون تاعنا تحت. تعرفوه كله كلكم تستعملوه يجي تقريبا صفر بارد هكذا يعني جون فوف وهما يجوا تقريبا بشغل صفحات صغار هكذاك متلوزين واحدة فوقتها عندما نشوفوها شغل السيجار تظهر كالسيجار وهذه تتكسر غير غنمسوها هكذاك نعملوا هكذا. تتكسر الفرق الأخرى نتاع الصين غليظة شوية ما تكسرش بالخف فهذه تتكسر بالخف وهذه اللي عندها فوائد طبية أقوى من الأخرى فالرائحة الرائحه تاعها ما شاء الله قويه جدا وحتى كي نذوقوها نوجدوا باللي عندها رائحه شويه عندها ذوق شويه حلو وفي نفس الوقت شويه حاره عندها شويه تجيب حروره هكذا فنستعملها طبعا معروفه كثير في بلداننا تستعمل في الطبخ تستعمل في الحلوى واحنا نستعملها في طب الاعشاب والطب بزيوت الطيارة للأعشاب لأن من القرفة نستخلص طبعا القرفة ولكن نستخلص زيت طيارة وهذه ما نتكلمش عليها اليوم لأن هذه غالب الأحيان من اختصاص المختص لأن فيها خطورة للإنسان تقريبا ما يقدرش يستعملها وحده لأن تقدر تضر الإنسان ولو فيها فوائد طبية هائلة يستعملها المختص فمن خصائصها قلنا انها تكافح مرض السكر فالانسان عندما تشوفوا فيما بعد يشربها كل طرق ياكلها في الماكله يأكلها في الحلوى الحلوى تاع الدار مش تاع برا يشربها من مشروبات احنا كنت صغير كنا نديروا مشروب باساسه القرفه والقرنفل والى يومنا هذا حتى في العالم كله يعملوا نفس الشيء تسخن الانسان الانسان هذه خاصه انا نفكر في الشيوخ والعجائز اللي مساكن عاده يبردوا خاص في الموسم تاع الشتاء هذا فمشروبات من القرفه راح تسخنهم ودليل على هذا أن اليوم الصبح الآن نلبس لابس هكذا ولكن اليوم الصبح جيت بتريكو الى حد الان هكذا واليوم الصبح كان البرد والضباب هنا في لندن وجيت السياره ما استعملش فيها المسخن ولا ولا لبست تريكو ولا شيء جيت بواحد يقولوا دومي مونش لكن هو كار دو وكنت سخون لاباس عليا لاش لان الصباح مبكر شربت كوبايه كيما هذه كثيره كان فيها القرفه والقرنفل وشربتها يعني الانسان يشربها لان تعطي طاقه كما نشوفوا فيما بعد وتساعد على الهضم وكل شيء مليحه للصحه العامه تاع الانسان ف الانسان يعتاد يشربها كي ننصحكم بشيء انا نجربه في نفسي ايضا فتسخن الانسان الناس اللي يشوفوا روحهم يبردوا يستعملوها ثان تقوي الانسان بصفه عامه الانسان يحس بروحه ناشط في النهار تقتل الفيروسات وحنا تكلمنا عليها في الماضي ايضا وعطينا وصفه لها وراح نعطوا الوصفه من جديد وفي نفس الوقت ايضا تقتل الجراثيم ف لماذا نستعملها؟ قلنا نستعملها في حالة مرض سكر من النوع الثاني ولكن ما نستعملهاش في مكان الأنسولين إذا كان الإنسان يأخذ الأنسولين أنا نحذركم الإنسان يكون عنده الأنسولين ما يقولش القرفة راح تداويني ونحبس الأنسولين يحبس الأنسولين إذا شاف روحه تقوى وإذا عمل الصيام الصحي العلاجي وشاف روحه تقوى ممكن يشوف مع الطبيب تاعو بينحي له الأنسولين لكن ما ينحياش وحده الناس اللي عندهم اللي يشعروا بالبرد دائما مليح يشربوا منها يوميا الناس اللي ما عندهمش الشهية الخطر تقوي الشهية اللي الهضم تاعهم صعيب تلقاهم دائما منفخين ما يقدروش يتنفسوا من هذاك التنفخ أو النفخ فالقرفة هذه مليحة لهم طبعا في حالة القريب غير الإنسان يبدأ يشعر بشوية برودة ومفاصل يوجعوا يبدأ يشرب القرفة والقرنفل نعطيكم الوصفة في آخر الحصة فطبعا ثاني تقوي الإنسان وخاصة تقوي الجهاز التناسلي عند المرأة وعند الراجل بصفة عامة إذا حبينا نكون صحاح ومحبيناش نمرضوا ونحافظوا على صحة أولادنا وعائلاتنا طبعا بعد بعد على وحنا تكلمنا على الدخان خاصه في الدار التدخين في الدار بعد عليه ناكلوا اقل من اللازم يشوف الانسان الوجبه اللي ياكلها في النهار وينقص منها اولا ثمانية 8... 8... ياخذ 80% من منها كما الشيوخ تاع جزيره اوكيناوا في اليابان اللي يعيشوا كثير لان منقصين من الماكله تاعهم سبعين 70% خضر و30% طيب على البخار خاصة ونبعد على البيض الثلاث الفرينة البيضة مشتقاتها الحليب الأبيض السكر الأبيض ومشتقاته والملح الأبيض ومشتقاته طبعا إذا كان الإنسان مريض يبعد على كل ما هو حليب ومشتقاته أيضا الصيام العلاجي ونأخذ مشروبات اعشاب يسموهم لي تيزان تيزان ماهيش غير لويزا برك كيقولوا وهي تيزان يعني شيء تاع اعشاب هذه كما تكلمنا المره الماضيه كان الاعشاب اللي نشربوها قبل الماكله باش تعطينا شهيه بعد الماكله بعد نهضموا اللي تنشطنا كي نعودوا نخدموا بزاف واللي تساعدنا على في الليل الان الوصفه ضد لا غريب وحنا الان في موسم لا غريب والشيوخ الكبار اللي ما داروش الفاكسيناسيون تاع لا غريب ما داروش هذيك اه وتكلمنا عليها في الماضي فيها مشاكل كل واحد يختار واش يواسي فهذه وصفه ياخذ الانسان زوج اعواد دو باتون اه قرفه خاصة القرفة قرفة تاع قرفة سريلانكا اه. ثلاث حبات تاع قرنفل ياخذ ريت ما يديرهم كلش في الماء بارد يشعل النار كي تبدا تغلي يغطي كل شيء وينقص النار غير شويه ويخليها 20 دقيقه من بعد ال 20 دقيقه هذه الانسان يعطيها للكبير للصغير أه تقريبا أه هكذا للكبار ونص من هذه للصغار أه يديروا لها الليمون والعسل هذو مباشره أه دائما يشوف الانسان اذا بدا كما قلنا في الماضي يبدا الانسان من بدايه الخريف يعني سبتمبر اكتوبر يبدا من هذاك الوقت هو يشرب يومين يلاحظ بان لا غريب ما تجيش غالب الاحيان لا غريب ما الجيش. اللهم اذا كان المناعه نتاعو نازله لاسباب اخرى الماكله نتاعو ماهيش مليحه ولا حاجه هذا شيء اخر لكن الانسان اللي يكون ياكل مليح وفي الوقت هذا الموسم تاع الخريف وشتاء قريب تبدا تجي ومشاكل الانسان اللي يبدا ياخذ احتياطاته من سبتمبر فما فوق يبدا يشرب في القرف والقرف بالطريقه هذه راح يكون لاباس وخاصه الكبار السن فهذا المشروب انا كي كنت صغير كان كان في مكان الجازوز الجازوز كان تقريبا كان ماشي موجود ولا كان غالي علينا كثير بزاف فكنا نشربوا هذه وكنا صحاح نقدروا نزيدوا لهذا نزيدوا السكنجبير نقدروا نزيدوا الخنجلال، كاين كثير من الاشياء القديمة اللي لابد نعاود نحييها إذا حبينا نصححه فهذه خلاصة الحصة هذه إن شاء الله الإخوة والأخوات يستفادوا من هذه المعلومات ويحاولوا يطبقوها ويحاولوا يحيوا التراث أنتعنا مثلا الشابات والشباب يقعدوا مع جداتهم وجدهم ويحاولوا ياخذوا منهم المعلومات اللي هما عندهم من من جدودهم من ابائهم ايضا ويحاولوا يقنوها في كتب يبعثوها اذا قدروا ما شاء الله وبالطريقه هذه هو مثلا راحين يعطوها لاولادهم وان شاء الله شعوبنا تولي عندها صحه جيده وما نمرضوش واذا كان شعب صحيح شعب يكون يخدم والبلاد تاعو تتطور فالان نبداو المكالمات ساميه من الجزائر العاصمه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه تفضلي

<applause> آه نعرف الحاله تاعنا، الناس تركز كثير على العجاجن وعلى المقارون وعلى الطعام وعلى الاخر على بالي ف آه <applause> آه <جميلة>. آه <applause> <oui bon تصفيق> جلسة. جلسة. فالانسان يعوض باشياء كثيره طبعا قلت لكم آه الانسان يعوض بالخضر. الشلايظ بزاف والشلاظه ما ياكلهاش الانسان في الاخير يبدا بها هي <applause> كي الاولى كي عمر نفسه بالشلاذه يعطي كل الفيتامينات وكاع تقريبا يشبع كي يكون شويه جوز ولا طعام ولا ياكل منه القليل هذه استراتيجيه مليحه يبدا دائما عندك الشلاذه الخضراء عندك تاع الزروديه ديروها بالكرافس تعرفوا بالطماطيش بكل شيء والزيتون وزيت الزيتون والليمون كل هذا الانسان ياكل الوجبه الكبيره من هذا تقريبا 70% يبقى 30% ياخذ حاجات مفوره بطاطا حلوه oui, exactly. ممكن بطاطا البطاطا اذا كانت بيولوجي يعني مش ملوثه لزونغ كيميك مليحه تكون بالقشره نتاعها ياكلها الانسان لان القشره هي اللي فيها فايده كما قلنا في الماضي كل الاشياء بالقشره تاعهم القشره هي اللي فايده ما عدا الموز ما عدا البنانة ف فوالا اون بو اون بو فير اوتون بو كل واحد طبيب نفسه

Euh, oui. sauvez votre corps et soyez bien dans votre assiette jusqu'à 80 ans et plus. C'est un livre de Dr. Roy Swank. Pardon Roy Swank. Oui, oui, oui. Il y a pas mal de, de médecins, en, oui. tout oui. Voilà. Oui. en tout cas. Voilà. Oui. En tout cas, moi, je conseille celle-là parce que je l'ai bien étudiée. Un troisième livre qui ne se trouve plus, pour des raisons bizarres, lié la sclérose en plaques est guérissable.

آه شوف اختي واحد يروح لفرنسا قولوا له يجيبوا آه واحد آه جاي من فرنسا قولوا له يجيبوا يعني توجد وسائل وطبعا بالانترنت يعني عارف ما تقدروش تخلصوا من الجزائر ولا ما بالك عندك عندك صديقه ولا في المغرب هي تقدر تخلص تجيبوا لك لازم توجدوا دي كومبين لكن هذو الكتب موجودين ما عدا لاسكليروزون بلاك يغيصاب طبعا ان شاء الله في المستقبل ممكن انا عملت في الماضي تكلمت على لي مالادي كرونيك دي بصفه عامه وكيف المشكل كله جاي بالاكل والحصه هذه عندما تكلمت الان على مرض السكر مرض السكر ماهوش مختلف في لي كرونيك اي دي l'homme, quand il revient, il commence à faire les réflexes. Je vous ai dit, sur les trois blancs, voici le jeune thérapeutique. qui ne consomme pas la cigarette, le... les produits chimiques à la maison, les produits de beauté ou gaieté. Il y a dans les hommes, quand il y a des gens qui, après, ont des produits chimiques, on dit que nous, nous ne connaissons pas ces maladies. Voilà, c'est un peu. Charles Heij. À chaque fois que j'ai des ابديتس اشاك شاك فوا كجي دي دي شوز ا اجوتي آآ ان شاء الله ما نبقولش عليكم كو سو سوا لا سكليروز ان بلاك لا بولياتريت لو كونسير ايتترا ان شاء الله نخصص له حصه يوم في الايام شويه القضيه حساسه بزاف لكن نخصص له حصه ونجيب كل البراهين ليه الاخت فاطمه من الجزائر هذا السلام عليكم السلام عليكم مساكم لاباس الله يسلمك اختي تفضلي

دول ما فهمتش الحصة هذه غير كيما رحت فيها ما كنتش عرفتها في الأول. أي آه والله، أنت آه أختي عندك آه في الدار شو واحد عنده الأنترنت يقدر يدخل الأنترنت ولا لا؟ آه لا لا ما عندنا الأنترنت هذه البقعة اللي راني نسكن فيها ما فيها الأنترنت. آه صح ما تعرفيش كاش ناس عندهم ولا؟ آه حتى يروحوا الدراري باكا فيلاج مفتاح. لخطنا احنا عملنا حصص كثيرة على الأشياء هذه وورينا الناس كيف ياكلوا وعندنا هذا الوصفة نتاعنا إذا حبيتي تخلي العنوان تاعك لإخواننا هنا في لاغيجي نعم إن شاء الله نبعث لك الوصفة هذه كتاب كتيب فيه تسع صفحات بالعربية ولا فرنسوي وريكم كيفاش تعدلوا الأكل تاعكم وكيفاش بتقلوا من الأمراض هذه نعم راني كي درتها اسمها هذا الصيام كيما كنت يعني راني لبست يعني كنت يعني في الاول تحسنت شويه ما كنت كيما كنت ما شاء الله عاودي عاودي قد ما تقدري اذا شفتي كل اسبوع مثلا تعملي تعملي الاثنين ثلاثه ومن بعد تزيدي الجمعه ولا شفتي تقدري تواسي خمس ايام ومره اخرى من بعد اسبوعين <تكلم> ثلاثه <applause> نعم قرات سنتهم خمس ايام على ضربه وحسنت حسنتي بتحسن وجدتي تحسن؟ ايه وجدت واش البروبلام تاعي الماكله في الاول قلت لك ما فهمتش الريجيم ودوكا راني ندير هذاك الريجيم جبت الشعير وجبت واش عندي بروبلام نشرب القهوه انا القهوه ما نعرف الا بالحليب الصباح ايه انت حاولي حاولي اولا القهوه اذا قدرتي بالاخص الحليب تاع تاع شويه فيها مشاكل لان ماهوش حليب غالب الاحيان ماهوش حليب عادي هو الحليب تاع البودره منشف الشيف ويعاودوا يردوه حليب هو هذا ولا تاع البقره واش عليه إيه اذا كان تاع البقره غليه مليح وحاولي ما تاخذيش حاولي ما تاخذيش منه بزاف المشكل الكبير مع الحليب طبعا. هو ان الناس البقر ما عادوش يخلوهم يسرحوا ياكلوا الحشيش يعطوا لهم علف فيه فارينات والفارينات هذيك فيها مشاكل كبيره وهذا كله يدخل في الحليب. وحنا ناكل. هنا يشتغل حوشه هنا يربو البقرة. دي دي. يا رب هنا في المنطقه هذه. إذا شفت الله يبارك، إذا شفتي البقره تاكل الحشيش. إيه ياكلوا القرط الحشيش. آي آه والله الكورت الحشيش وكاع الله يبارك، بس لا يجيبوا لها الماكله يشروها لها ويعطوها لها بدل الحليب بزاف هذاك خطأ. الحليب تاعها ما لا, لا لا يشروه هنا عندهم الحشيش هنا نتيجه. يعني الله يبارك، ده. على الأقل على كل حال حاولي ما تاخذيش الحليب لا. بزاف في القهوة. شحال تسوي؟ انا عندي فنجان الصباح وفنجان العشيه هذا. الله المكان. يبارك ما نحولكش ما نحولكش الحليب، حاولي ديري ماما. القهوة أكثر من الحليب برك هذا مكان، وبعدي ماما. على السكر إذا حبيتي تحلي ماما. القهوة. ماما. إذا حبيتي إذا عندك إذا قدرتي وحبيتي ديري مثلا شوية مغرف تاع عسل خير. إيه إن شاء الله. الناس يقول لك كيفاه، الناس يقول لك كيفاه ندير العسل في القهوة. كل شيء عجيب وغريب يصبح يصبحوا مع الواقع قريب يعني الانسان يتعود على الاشياء لان العسل اذا كان حر ما يضرش كما يضر السكر ولا هذا هو المشكل نعم هكذا اختي كملي, كملي بالطريقه هذه ان شاء الله ربي يجيب لك شفاء. تفضل الاخ حموده من الجزائر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله ممكن نكلم الدكتور نعم ايه نعم دكتور حبيت نثق على ال ال العلاج الصوم العلاجي يا ايوه تفضل انا انا صمت خطره اللي فاتت ثلاث ايام نعم ايه ومع الصباح كنت كنوض باش نروح للمسجد تقول تقبضني شويه دوخه ماشي في اليوم الاول في اليوم الثاني واليوم الثالث. ايه انا كليت العسل كليت العسل يعني نعم. حبيت كليت العسل هكذا عسل كليت مغرفه عسل كبيره. إيه في خلال الصيام ياك؟ في خلال صيام نعم يعني كليتها الصباح على ايوه. يعني حبيت نقول يعني بكيكله المغرفه هذيك يعني نقدر نقاوم. نعم. هذيك تما تقول راحت لي شويه. ايوه مليح. يعني بالطريقه هذه نقدر يمكن نقدر نصوم انا حتى خمس ايام، ست ايام، سبع ايام، يعني ش... لا ما ياثرش العسل هذا نقدر بالطريقه هذه. ما, ما شوف شوف خويا هو الانسان يشوف هو كما قلت عده مرات هو الانسان هو طبيب نفسه. أنا الشيء نعم. اللي نقوله لك هو أن في الصيام العلاجي بالأخص الإنسان إذا ما كانش معود عليه إذا كان ما كانش ما عندوش لابيتود هذيك الصيام العلاجي راح تجيه في اليوم الثالث ولا الرابع ولا الثالث والرابع حتما راح تجيه الدوخة ممكن نعم. يشعر يشعر بتعب كبير لهذا قلت للناس عندما يبدأوا الصيام العلاجي يحاولوا يشوفوا وقت اللي يكونوا في البيت ولا تكون عطلة ولا يقدروا يأخذوا راحة بطريقة أخرى فلأن ممكن الإنسان مش كل الناس لكن ممكن الناس يا إما يحسوا بتعب كبير ولا تجيهم الدوخة هذه هذه علاش لأن الجسم تاعنا يكون فيه كل هذه المغذيات والإنسان ينحي له ضربة واحدة ينحي كل شيء فتجي مشاكل لكن تولي تلاحظ فيما بعد عندما تتعود على الصيام العلاجي هذا من حين لاخر، تولي الدوخه هذيك تنقص لك شيئا فشيئا لان الجسم تاعك يبدا يتكيف مع الصيام هذاك. نعم. فهمتني؟ أه فهذا أه هذا أه انت انت عوضت بشويه عسل. ما يهمش، لكن حاول مره اخرى، حاول ما, ما تاخذش العسل، اذا شفت جاتك الدوخه، عاود شويه بصح ما ديرهاش عاده. حاول مثلا اذا جاك جاتك الدوخة أقبض كاس كبير دير له فيه شوية ليمون وشرب لا لا كنت ندير هذيك الليمون الليمون على مع بالي الليمون مع الماء يوميا هكذاك نشرب الله يبارك احنا مثلا لو تشوف انا اعطيت زوج فيديوهات الاسبوع الماضي قلت لابد الانسان يشوفهم اذا قدرت تشوفهم تحبطهم من الانترنت وتشوفهم تشوف تاع الصيام العلاجي كيفاه الناس يعوضوا كل ما يجوعوا يعوضوا بشويه ما بشويه ما حتى الجسم تاعهم حتى في العقل تاعنا يبدا العقل تاعنا يفكر باللي عندما يدخل الماء كانها دخلت الماكله فيعود العقل المخ تاعنا ما يعطيش هذوك السينيو الاخر بان الانسان يبدا ياكل يولي يلقى شيء عادي من الماء هذاك يكفيه يعني شغل الانسان يغش يغش المخ تاعو لكن هذه هي دائما قضيه اراده انت ما شاء الله عليك راك بديت وراك فيه اوجد شيئا فشيئا طرق حتى تولي ما, تاخذ والو الا الماء بالليمون بارك الله فيك الله يسلمك وبشفع عليك ان شاء الله الاخت فاتحه من الجزائر السلام عليكم الو السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلي السلام عليكم. عندي عندي بروبليم أه... كاستريت اريتيماتوز. واش عندك؟ عندي اون كاستريت اريتيماتوز. كاستريت. كرونيك. وي. اريتيماتوز. وهذا الصوم العلاجي اسكو نقدر نصومو ولا لا لا؟ ااا جربي اختي هو بالنسبه لينا ما في حتى مشكل. المشكل ممكن يوقع مع الالسير القاسخيت في تجربتي ما في حتى مشكل انت شوفي كل واحد يختلف على انسان اخر مع لا جربي المفروض اذا هي ما تدير لك والو اذا شفتيها تدير لك مشكل ثم تقدري تحبسي ولا تاخذي شويه من نشاف الدواوات اللي راكم تاخذي في الدواوات ممكن يعني في ناخذ اني شاك جور ناخذ دو دو جو ديل واحد لو ماتان وواحد لو سوا تاع بروتون فوالا البروتون بومب voilà, ان uh, هيبيتورز بالانجليزيه أو, فتا سي سي دي انتي زي... اسيد اي دي انتي اسيد yeah. او بيريديون حاشاك تاع لي فوميسمون yeah. اني شاك جور شاك جو كوم ناخذوش بالله حاشاك نتقيه جربتي الصيام اني... في, في البدايه ولا مازال ما جربتيهش لا ما ما تجربتوش بصح دوكا مع الصباح كوم انا ما نديرش ان تاع فخوماج وين نحس شغل لي بعد عليه اذا حبيتي تاخذي خوذي مثلا انا نعطيك بو شيء سهل هو لو جو دو شو ها تقبضي الكرنبيت؟ نعم الكرنبيت اه <متازفت> لازم تقبضي آلة هذيك اللي تخرج لك العصير تاعو. اه <بالت> نعم، نسمع تقدري تخرجي أيضا العصير تاع <بالت> 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 البطاطا. اه نعم. شوفي البطاطا اللي ما تكونش تكون بيو يعني ما ماشي مخدومة بلانجري. اه <بالت> فهمتي؟ هذو نعم. هذو بين زوج نورمالمون تشوفي تحسن قوي. ان شاء الله العلاجات الاخرى تبقى علاجات في طب الاعشاب وهذه ما يقدرش الانسان لابد يشوف كل حياتك قاعدتك واش تاكلي كيف تعيشي المشاكل اللي عندك قاعد بيقدر يدير لك علاج خاص بك ف... في نا... ل... في في دي فوا ل... غير نسمع لي فريتور نقول يا نولا حاجه كوم ان دوغ يجوني حتى حتى بون باسكو لو لو كور رياجي ا تو سكي اي بوازون فوالا

ان شاء الله ان شاء الله هاي اختي مش ان شاء الله إن شاء لكن شاء انا نقول لك شيء هو صيام العلاجي الليمون نعم. نفسه الليمون نفسه هو ليمون حامض برا عندما يدخل في الجسم تاعنا يولي بازيك يولي عكس الحامض وبالتالي حتى القرحه اللي يكون في بدايته ممكن يتعالج غير بالماء بالليمون وما يأثرش عليا الليمون كي عندي بروبليم داسيد المفروض لا 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 خاطر ديري مثلا في ريت لا ما ديري حبة ليمون راه يولي آه عكس يولي ان انتي اسيد اه كي يدخل غير يقيس لا ميكوز نتاعنا شوارب ولا الاخر يولي كونترير دو سكيلي عكس نعم وهذا الصوم الصوم العلاجي هذه صافي ما ناكل والو نهار كامل غير الجو تاع غير الماء فوالا ها كيما شفتي الاخ اللي كلمنا من قبل ما, ما, ياكل الانسان والو ما تخافيش ما, ما تموتيش انا قلت قبيل شيوخه 75 مم. سنه صومهم حتى 40 يوم غير بالماء من ان بوي من ان ولا كنت تقول عليه فواغ والكراكي شوفي اختي, أختي شوفي اختي هو عندما يكون الانسان في مرض كبير هكذاك المف... احسن يتخلص من كل شيء لكن ممكن إنسان يدير استراتيجيه ممكن تعملي بويون خفيف <applause> بالاخص وانت تاخذي راكي تاخذي دي جيلول ولا دي كومبريمي لابد تاخذي حاجه معهم خاطر ماشي <applause> مليح تاخذيهم <applause> ماشي مليح, <تاخذيهم تصفيق> مليح تاخذيهم بالمعده نتاعك تاعك فارغه فممكن تاخذي بويون خفيف لكن عملي بويون تاع رافص لفت حبه بطاطا ممكن شويه الحبه زول تسو وال والمعدنوس معاهم والبواغو 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 <applause> سي اكسيلون بور تو سكي اي سا سابيل لو بالي دو لانتيستان سي تو سكي اي لا فور سي اي في ان <applause> بون بونسمون فهازو تقدري دير بهم بويون هذا شتي شتي روحك ما تقدريش تصومي غير بالماء ديري بويون كيما هذا وتكلي على ربي البويون هذا السمان في <applause> الصباح والشيا في الفطور والعشاء شوفي انت قد ما تنقصي قد ما احسن لكن في وقت <أه> القراصين اللي تاخذيهم لي كاشي ولا لي كومبريمي <أه> تقدر تاخذي معهم البويون شويه وقاوة حليب صافي ما نضوش بها والو احسن احسن تبعدي عليهم خلال الصيام هذا صح <أه تبارك الله فيك <وفكر> وشوفي عندنا وصفه اذا تقدري تنزليها تعطي كل التعليم بالفرنسويه والعربيه هابي شو عليك الاخ محمد من فرنسا تفضل محمد من فرنسا السلام عليكم السلام ورحمه الله اهلا بك اهلا اخويا بارك الله فيك راك منورنا الشاشه هنايا في المغاربيه الله يسلمك خويا ايوا كراكم دايرين لاباس الله يسلمك تفضل الحمد لله راه عندي الوالده في عمرها 76 عام أيوة بون تروح للبلاد وتعاود تجي عندي هنايا ومين جات عندي جات عندي بتحك اي آه والله تحك كاع الكور تاعها المهم درت لها رونديفو عند سبيسياليست عطاني رونديفو ان موا اي باسكو بلي رونديفو هنايا تعرف ان فرنسا وي 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 الوغ ديتها عند ميدسان جينيراليست عطاها دي كاشي دي بوماد بون شربت والو عاوديتها ليرجونس ثاني عطوها دي كاشي ودي بومات تشرب تشرب والو اسمح لي خويا راهي مغبونه مسكينه اسمح لي اسمح لي خويا نعم الطبيب انتم كي تروحوا للطبيب في المستقبل ما تاخذوش الدواء وتروحوا قول له واش بيا المراه واش بيها الطفل واش بيه, بيه. نعم. بيه. ميدسان جينيراليست قال لك اودي جو سي با سي انغال وهذوك لي بيس هذوك لا جو سي با لا سي هذا واش كنت راح لك ممكن يكون الج... ممكن يكون جرب قبضاته <applause> ممكن تكون حاجات واحدة أخرى ممكن تكون تسمم داخلي لأن الكبد الكبدة كي تعود ما تقدرش تخرج لي بوزون يخرجوا هكذاك في, الانسان ويبدا يحك ممكن مشكل في الكبد يعني كثير من الأشياء. الانسان من بعيد ما يقدرش يعرف هكذاك انا واش نقول لك اعطي لها اعطي لها هكذاك نقص لها الماكله دير لها بويون خفيف آه، بويون خفيف ودير فيه انت تعرف الكركم الكركم واه كركم اي والله دير لها بويون خفيف ودير لها آه مانيش عارف شحال الدين نتا الا درت زوج ولا دير فيهم زوج مغارف تاع قهوه تاع كركم في الخمس دقائق الاخرين نعم <applause> واه هذا في البويون تاعها زياده <applause> على هذا في الصباح صباح كي تب... كي تنوض اعطي لها مغرف صغيره تاع قهوه تاع كركم وتشربوه مع شويه ما سخون ماء سخون نعم إيه تشرب كاس ماء سخون هكذا وتاكل من بعد نص ساعه نص ساعه هذا زيد لها الماء بالليمون ثاني مليح ثاني يطهر الجسم تاعنا و... ونقص لها كثير من كل العجاج القهوه بالسكر الحلوى الملح الابيض هذاك لا خو نقص لها كل شيء وانتم في فرنسا عندكم تقدر من المونوبري عندكم لو سيل دو غيروند هذاك شيلها سيل دو غيروند ودير منه غير القليل هكذا فممكن اذا عملت لها اون ديتوكسيفيكاسيون ها أه؟ تخرج لها السموم نعم. هذه بالطريقه هذه راح تلقى روحها نعم و, و... تحك حتى الدم يصير من ال... من ال... ممكن هذه هذه طبعا هي ممكن حاله تجرب سي بوسيبل يعني لكن ممكن يكون في تسمم داخلي ايضا نعم نعم نعم, نعم. ف... إذا, قد... اذا قدرت ايضا اذا قدرت وشدت هي تقدر تحك لها بالليمون ايضا اه بالليمون ممكن يحرقها نعم 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 ما تقدر تحك لها بالليمون ومن بعد تزيد لها زيت الزيتون من الفوق فوالا وهذه واحد جور ولا درت لها الزيت تاع اللوز ايوا زيت زيت اللوز درت لها في يديها وكوش كي شغل كومونس تحس بالتحسن في كانت يدينا لابو تاعها حرشه إيه طبعا اذا كانت لابو حرشه شوف كاين حاجه كاين كاين الخرطان لافوان لافوان مولو لافوان مولو مولي إيه مولو مولو اه داكور ما نعرفش سموها ثم عندكم في فرنسا هي سموها اوتميل هذه تتباع ثم في مع في مع لي سيريال الاخر الحاجات اللي ياكلوها صباح في الفطور تلقى قولهم جو فو لافوان مولو اسكو فو لافي في السوبر مارشي هذيك ممكن تديرها في كموسه وتديرها في المسخون وتغسل لها الاماكن هذه اللي فيها وين تحك. من بعد هذا ممكن تزيد تدير ليمون ولش تحرقها ثم دير لها زيت اللوز. زيت سوانا وهذا وهذا المرض يطول هذا باسكو كادي يقول يا ما اخويا ماناش عارفين واش من المرض. الطبيب انت مازال ما شخصولك كيف تحب انا نشخصو من البعيد وي 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 شكرا وي يا أتف... اخي أه وصلنا الى نهايه الحصه أه ان شاء الله راكم استفدتوا من هذه. وان شاء الله أه راكم دخل في ذهنكم بان أه طريقه الصحه هي الاكل السليم وان شاء الله ان في الاسبوع القادم رح نتكلموا بعد القرفة طبعا راح نتكلم مع القرنفل ونحاول ونتكلموا أيضا على الصح الأكل الصحي مع اقتباسات من مقالات الطبيب ماك كاريسون والسلام عليكم ودمتم بخير.